وتفاتن بالهاها والتطرف والتخلف الاختصاصا. احنا يعني من بين ما نقدمه من كتوصيات الى هذه المنطقه هو التعامل الاقتصادي ما بين هذه المنطقه حتى نتعاون اكثر ونكون يعني في بموقف واحد اقتصادي وسياسي مقابل الجهات الاخرى. الهدف الأساسي من الملتقى هو كما قلت فضاء لمناقشة الحلول، وأعتقد أن مناقشة الحلول هي بداية عملية لفهم أعمق وأكثر وأوسع لقضايا الشرق الأوسط التي بادت تقلق ليس فقط يعني أهل المنطقة ولكن انعكاساتها تمتد إلى المعمورة كلها، لأن هذه المنطقة كما جاء في المداخلات الأساتذة هذه المنطقة هي منطقة احتياط تاع الطاقة، هذه المنطقة هي مهوى الديانة الثلاثة، هذه المنطقة هي منطقة يعني تلاقي القارة الإفريقية والأسيوية والأوروبية، وبالتالي من المهم جدا أن يكون للجامعة الجزائرية وأن يكون للجزائر اهتماما متواصلا بهذه المنطقة.